بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أحبابنا أهل القرآن، حياكم الله، أهلا بكم، ولقاء متجدد في رحاب برنامجكم مع التلاوة. أحبابنا، خضنا حديث همزة الوصل وبينا همزة الوصل من همزة القطع، ثم بدأنا في شرح محل وجود همزة الوصل، وقلنا إنه أولا في الأحرف من حرف ال، وبينا ال وأصلها وكيف يبتدأ بهمزة الوصل فيها، ثم انتقلنا من الحرف إلى الاسم. لازلنا في الأسماء نحاول إبانة همزة الوصل فيها. الأسماء أولا التي تستفتح بهمزة الوصل إما أسماء سماعية أو قياسية. أولا الأسماء القياسية هي التي تندرج تحت قاعدة، وهذه القاعدة هي أن تكون هذه الأسماء مصادر لأفعال خماسية أو سداسية، مثل انفعال، فانفعال هذا المصدر اسم مصدر لفعل خماسي، ونعني بالفعل الخماسي يعني الذي جاء بعد حرف الوصل فيه، بعد حرف همزة الوصل فيه أربعة أحرف. إن فعل، النون أدي واحد، الفاء اثنين، العين ثلاثة، اللام أربعة، أربعة أحرف جاءت بعد همزة الوصل إن فعل. والتصريف الثالث لها هو المصدر انفعال. هذه الهمزة المصدرة في أول المصدر الخماسي أو المصدر للفعل الخماسي، الهمزة فيه همزة وصل، أقول فانفعال، مثل انطلاق. انفعال هو أصل الوزن، لكن يماثل أصل الوزن من الأفعال انقلب وانطلق، أقول انقلاب وانطلاق. كذلك المصادر من الأفعال السداسية، والأفعال السداسية هي التي زيد فيها على همزة الوصل خمسة أحرف، فأقول مثلا استفعل، السين والتاء والفاء والعين واللام، هذه خمسة أحرف جاءت بعد همزة الوصل، يعني فعل سداسي استفعل، فالمصدر منه استفعال، فهمزة الوصل في الاسم يعني في المصدر من الفعل السداسي استفعال، الهمزة هنا همزة وصل. مثل استخرج ومصدرها استخراج. طبعا احنا مش عايزين الفعل، يعني احنا لا نقصد بحديثنا في همزة الوصل هنا الحديث عن همزة الوصل في الأفعال، لكن هذه المصادر لمعرفتها لابد أن يضبط الفعل في الزمن الماضي، فنقول المصدر من الفعل الخماسي، إذا لابد أن تعرف كيف يأتي هذا الفعل الخماسي. أقول المصدر من الفعل السداسي، إذا لابد أن تعرف كيف يأتي الفعل السداسي، لكن عينك على المصدر، عينك على استفعال وانفعال وما شابهها، لأنها هي المقصودة في حديثنا عن همزة الوصل في الأسماء القياسية. إذن همزة الوصل في الأسماء القياسية لا تكون إلا في المصادر، والمصدر هو التصريف الثالث للفعل. طيب في مصدر أي فعل يا مولانا؟ في مصدر الفعل الخماسي أو الفعل السداسي، والفعل الخماسي أو الفعل السداسي هو ما كان فيه بعد همزة الوصل أربعة أحرف فهو خماسي، أو خمسة أحرف فهو سداسي. همزة الوصل في هذه المصادر بنوعيها من الخماسي والسداسي
همزة الوصل يبدأ فيها بالكسر. ثم النوع الثاني من همزة الوصل في الأسماء، نعني في الأسماء السماعية، وهي ما لا تندرج تحت قاعدة لكن العرب تلقفتها هكذا ونطقتها بهذه الصورة. هذه الأسماء السماعية في اللغة عشرة أسماء سماعية ابتدأت أو استفتحت بهمزة الوصل، وهمزة الوصل فيها مكسورة دائما. الشيخ ابن الجزري رحمه الله في حديثه عن همزات الوصل في الأسماء سرد لنا في بيت واحد سبعة من هذه العشرة، وهي ابن مع ابنة امرئ واثنين، وامرأة واسم مع اثنتين. هذه الأسماء هي سبعة من عشرة من الأسماء السماعية يبتدأ فيها بهمزة الوصل مكسورة. بقي كم؟ بقي ثلاثة. بقية الأسماء الثلاثة لم يذكرها الشيخ ابن الجزري رحمه الله لأنها ليست في القرآن، وهي ابنم، هكذا ابنم، وطبعا ميمها ليست ساكنة وإنما خاضعة للحالة الإعرابية، وهي أصلها من ابن، أصلها من ابن، لكن الميم زيدت لتحل محل لام الفعل يعني واو الكلمة المحذوفة، لأن أصل ابن بنون، بنون على وزن فاعل، فلما نقول ابن بتحذف كده الواو، والواو لام الفعل، فجاءت الميم لتعوضها. ابنم، بعضهم قال إن الذي يخضع، بعض النحويين أقصد، إن الذي يتغير لعلامة الإعراب هو الميم، وبعضهم قال بل النون والميم، فهذا خلاف معروف عند النحاة، لكن هذا هو الاسم الثامن في الأسماء السماعية، وهي كما سمعتم هي لغة من ابن. كذلك أيم أو إيم، هذه اللفظة تستخدم للقسم، أقول ويم الله أو أيم الله أو إيم الله، هذه اللفظة كما قلت لكم هي أداة قسم، واختلف فيها، بعضهم قال إنها اسم وبعضهم قال إنها فعل، لكن الراجح فيها أنها اسم. طيب والهمزة التي يبتدأ فيها، هذه الهمزة تحديدا الوحيدة في الأسماء السماعية التي يختلف في همزة الوصل فيها كيف يبدأ بها، فقال بعضهم بالكسر هكذا إيم الله، وبعضهم قال بل بالفتح، والفتح أشهر أيم الله. فهذه الهمزة الوحيدة التي يختلف فيها من همزات الأسماء القياسية لكنها مفتوحة على الراجح. الاسم الثالث في الأسماء التي لم ترد في القرآن من الأسماء السماعية المستفتحة بهمزة الوصل، وهو العاشر في الأسماء القياسية، هو إست، ولست من أسماء الدبر، يعني أعزكم الله اسم قبيح، كذلك يبتدأ بهمزة الوصل فيه بالكسر. إذن الآن سردت لكم الأسماء العاشرة كلها حتى تكون المعلومة كاملة. سبعة من هذه الأسماء العشرة السماعية جاءت في بيت لابن الجزري رحمه الله في متنه المشهور بالمقدمة الجزرية، وهو ابن مع ابنة امرئ واثنين، وامرأة واسم مع اثنتين. ثم زدت لكم ابن، هذه لغة من ابن، وإيم أو أيم، وبعضهم يزيد عليها النون يقول أيم هكذا، وقلت لكم أنها الهمزة الوحيدة المختلف في الاستفتاح فيها بين الفتح والكسر، ثم الاسم القبيح العاشر، ويكفينا أن نذكره مرة واحدة. هذه الأسماء السماعية كلها تستفتح هذه الألفاظ بكسر همزة الوصل إلا ما كان من أيم أو أيم بترجيح الفتح على الكسر. بقي أن نستوفي حديثنا عن همزة الوصل في الأفعال، نفرد لها مقالا حتى نجمع ونستجمع فيه الحديث كله فتكون المعاني متصلة، لكن إن شاء الله إن أبقانا الله وإياكم على خير في لقاء قادم، لأن وقت وردنا القرآني قد حان وقد توقف في سورة
الشورى عند الآية 13 لأبدأ في القراءة ثم أثني بعد ذلك إن شاء الله بالإقراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله العظيم. نستفتح بسم الله الإقراء بفاطمة، تفضلي يا فاطمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. أحسنت يا فاطمة، أحسنت، بارك الله فيك وفتح عليك تلاوة جيدة ما شاء الله. معنا كمان مصطفى. مصطفى تفضل يا مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. بارك الله فيك يا مصطفى وفتح عليك. منى من القاهرة، تفضل يا منى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. بارك الله فيك يا منى وفتح عليك. نستكمل أحبابنا القراءة لكن بعد الفاصل، فابقوا معنا.
عودا حميدا لاستكمالي القراءه والحاجه جمالات من القاهره تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. بارك الله فيك يا حاج جمالات، ما شاء الله. أنا أعجبني شيء في قراءتك، مهم جدا. دائما أريد أن أؤصل لهذا الشيء اللي هو إيه؟ أنا بقرأ الآن على قد نفسي، ساعة لما أقف بأقف معذور عشان نفسي، لكن بعد لما أقف هأعمل إيه؟ هأرجع قبل محل الوقف اللي أنا وقفته مضطرا لأجل النفس قبليه بكلمة وكلمتين وأوصل. أنت طبقتي هذا الأمر تطبيق ممتاز صراحة. للشيخ ابن الجزري نكرر دائما ما نكرر هذا المعنى، وغير ما تم قبيح وله يوقف مضطرا ويبدا قبله. احسنتي، بارك الله فيك. حبيبه معنا كمان هتقرا؟ انا اللي معلماها. ما شاء الله، لا والله ممتازه، والله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريب. بارك الله فيك يا حبيبة وفتح عليك، لكن عايزك تاخدي بالك من الراء المشددة ولا تتفر، ما تعمليش كده. الراء المشددة التكرير فيها ممنوع، ولا تتفرقوا، مش ولا تتفر، ما تعمليش كده في الراء. لكن بقية القراءة ما شاء الله عليك كنت ممتازة، بارك الله فيك يا حبيبة وفتح لك. هويدة من أسوان، تفضلي يا هويدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب.
بوركت يا هويدا، بارك الله فيك. يوسف من القاهرة، تفضل يا يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي نوحا والذي أوصل نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا برضو أوصلها برضو والذي أوحينا إليك والذي أوحينا إليك وما أوحينا إليك أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وصينا به إبراهيم وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه يجتبي إليه من يشاء زود الغنة شوية يا يوسف. الله يجتبي تاني من يشاء ويهدي إليه من ينيب من ينيب. بوركت يا يوسف، بارك الله فيك. ابتسام من البحيرة، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم يعني منطقش الألف؟ لا، فيها ألف بعد النون، أنت بتشيل الألف. وصينا وصينا نعم. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. بارك الله فيك يا ابتسام وفتح لك. أحمد من الدقهلية، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل وارفع صوتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح وصى به نوحا والذي لا، إذا وقفت، بص يا أحمد، إذا وقفت على كلمة نوحا تقول نوحا بالألف، ما تقولش نوح كده خطأ. التنوين الفتح لما بنقف عليه لابد نقلبه ألف. قول تاني. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب من ينيب. بارك الله فيك أحمد. سالم من الجيزة، تفضل يا سالم.
يا سالم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به. شرع لكم من الدين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم. وما وصينا به إبراهيم. وصينا به. وما وصينا به إبراهيم. إبراهيم قلقل الباء. إبراهيم. إبراهيم وموسى وعيسى. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولا تتفرقوا فيه. ولا تتفرقوا فيه. نعم. ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. إليه، وقف عليها كده. وما تدعوهم إليه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. كبر على المشركين. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي. يشاء مدها شوي. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. بوركت يا سالم، بارك الله فيك. عبد الرحمن تفضل. يا عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. من ينيب. صدق الله العظيم. بودكت يا عبد الرحمن. أحمد من سوهاج تفضل يا أحمد. معكم الشيخ أحمد. وعليكم السلام، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. بارك الله فيك، فتح الله لك، أحسنت. أحمد آخر لك من الجيزة، تفضل يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب.
بارك الله فيك أحمد وفتح عليك. من الجيزة أيضا لكن محمود، تفضل يا محمود. يا محمود تفضل. محمود يظهر نحن فقدنا محمود. بارك الله فيك يا محمود، أعد التواصل معنا. طيب نستكمل القراءة والتعليق لكن بعد الفاصل، فتابعونا. عدنا والعود أحمد لنستكمل الإقراء. وشيماء من الدقهلية تفضل يا شيماء. السلام عليكم. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. ما وصى به، ما تزودش المد كده. ما وصى به نوحا والذي نوحا والذي إليك. نوحا والذي نوحا لا لا مش نوحا، نوحا والذي نوحا والذي لا لا ما تنطقش النون بعد الحاء. نوحا نوحا لا اسم، قولها زي ما انت بتسمعها مني كده. نوحا والذي نوحا ايوه كده. والذي اوحينا اليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين وما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء. من يشاء. الله يجتبي إليه من يشاء. الله يجتبي إليه من يشاء. لا ما تقولش من، ما تنطقش النون كده خطأ. قولها مي. مي يشاء. مي يشاء بس زودها شوية. مي يشاء ويهدي إليه من ينيب. لا برضو زيها ويهدي إليه. طب اسمعني بس أنطقها الأول بعدين أقولها زي ويهدي إليه من ينيب. ويهدي إليه من ينيب. بوديكت يا عماد بارك الله فيك وفتح عليك. طيب شيماء هتقرأ معنا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن ارفعي الصوت شوي. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي يشاء ويهدي إليه من ينيب. بوديكت يا شيماء بارك الله فيك. عمر من الجيزة تفضل يا عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا
والذي أوحينا والذي أوحينا إليك. اقفل صوت التلفزيون يا عمر عشان تعرف تتفاعل معايا، اقفل صوت التلفزيون واسمعني من التليفون فقط. نوحا والذي أوحينا إليك. نوحا والذي أوحينا والذي إليك بص يا عمر. وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله. إليه في علامة وقف هنا. إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي. لا ما فيش وقف هنا. الله يجتبي أوصلها. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. بوركت يا عمر، بارك الله فيك. هانم من الإسكندرية، تفضلي يا هانم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية شكر وتقدير واحترام لحضرتك ولجميع القائمين على البرنامج. ربنا يبارك في عمرك يا رب، جزاك الله كل خير. تفضلي، شكرا لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. نوح ما وصى به نوح. لا يا هانم بصي، لو وقفت عليها تقولي نوح، أما نوح كده خطأ. حاضر. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. صدق الله العظيم. بودكتي، بارك الله فيك. محمود من الجيزة، تفضل يا محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا. نوحا والذي وصلها يعني. والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. بارك الله فيك يا محمود وفتح عليك. يوسف من الدقهلية، تفضل يا يوسف. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شرع لكم. بسم الله الرحمن الرحيم كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى
أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. بوريك يوسف بارك الله فيك. عزة من الفيوم تفضلي حق عزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ما وصى به وصى ما وصى ما وصى به نوحا والذي نوحا والذي نوحا والذي أوحينا إليك والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن وعيسى قف عليه وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي الله يجتبي إليه من يشاء من يشاء ويهدي إليه من ينيب بودكتي يا حاجة عزة بارك الله فيك. حاجة مرفت من الغربية تفضلي. يا حاجة مرفت يظهر ان في مشكلة في الاتصال. بوركت يا حاجة مرفت بارك الله فيك. ها طيب، الى ان تتناوبنا التلاوات في قول الله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا، هذا أول مد من المدود المنفصلة التي تقابلنا في هذه الآية. كل المدود المنفصلة لابد أن تكون على نمط واحد، لأن المد المنفصل هو مد روائي، والمدود الروائية أو الأحكام الروائية عامة إن كانت فيها تعدد في الروايات لابد أن تكون على اختيار واحد أو على نمط واحد يتبع الرواية أو التلاوة التي نقرأ بها. حفص عن عاصم يقرأ له بالقصر وبالتوسط، لكن الطريق الذي روى لنا القصر غير الطريق الذي روى لنا التوسط، فاللي هيقرأ بالتوسط يأخذ كل المدود فيه على التوسط، واللي يقرأ بالقصر يأخذ كل المدود من المنفصل على القصر، ما يعملش واحد توسط وواحد قصر، لأن الأحكام الروائية لابد أن تتحد. أما الأحكام الأدائية فلها مجال آخر في الحديث. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا ولكم ما نحكم به تلاوة آيات كتابه والانتفاع بها في الدنيا والآخرة. ها هنا أحبابنا انتهت هذه اللحظات الماتعات التي نقضيها سويا يوميا في رحاب القرآن الكريم وبرنامجكم مع التلاوة. عاد الله علينا وعليكم من بركات كتابه وعلى أمتنا، إنه على كل شيء قدير، ودمتم في رعاية الله.